بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الصف الخامس الابتدائي مدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. ودرس جديد من دروس لغتي الجميلة، درس الأفعال الخمسة. أبنائي الطلاب، أود أن أنبه على أن هذا الدرس درس من دروس الشيقة والتي تحتاج منك إلى تركيز وتفكير، وهو من الدروس المهمة التي إن شاء الله سوف تكمل دراستها في الأعوام القادمة بإذن الله. أولا، الأفعال الخمسة لابد أن نعرف أن نفرق بين الفعل والاسم، وهذا ما ذكرته كثيرا في دروسي بالفصل، كيف تفرق بين الفعل والاسم أولا حتى تستطيع أن تدرس هذا الدرس وتفهمه جيدا. من الفروق السريعة التي تستطيع أن تميز بها بين الاسم والفعل أن تضع الألف ولام في أول الكلمة لتعرف هل هي اسم أم فعل. مثلا إذا قلت يجري مثلا، فهذه لا تقبل ألف واللام، لا أستطيع أن أقول اليجري، فهذا فعل لأنه ما قبل الألف واللام في أوله. ولكن عندما أقول مثلا عمل، أستطيع أن أقول العمل، وهذا اسم لأنه قبل الألف واللام. فلابد أولا أن نعرف الفرق بين الفعل والاسم، ثم ندخل إلى الدرس وهو الأفعال الخمس. طيب، هل هذه الأفعال هم خمسة بالفعل؟ وبمعنى آخر، ولماذا سميت الأفعال الخمس؟ نلاحظ أبناء الطلاب في هذا الشكل الدائري الذي أمامكم، كلمة تعمل متفرع منها تعملون، يعملون، تعملان، يعملان، تعملين. هذه خمسة استعمالات للفعل. تعالوا معي لنرى. تعملون، هذا المخاطب، المخاطب أنتم، أنتم تعملون، ولكن حينما أقول يعملون فلا أقصد هم يعملون. هكذا اثنان، أنتم تعملون وهم يعملون. لنرى تعملان، للمثنى أقول أنتما تعملان، ولكن يعملان أقول هما يعملان، وهذان اثنان آخران. إذن تعملون ويعملون اثنان، وتعملان ويعملان اثنان، المخاطب والغائب. أما كلمة تعملين فهي لا تجوز إلا للمخاطب المؤنثة فقط، فلا أستطيع أن أقول يعملين، لا تناسب أبدا، فهي تعملين للمؤنثة المخاطبة، ولهذا السبب سميت الأفعال الخمسة، وهي دراسة بسيطة لك في هذا العام، ولكن إن شاء الله ستدرسها بتوسع. وأنا يعني أناشد كل المعلمين عندما يشرحون هذا الدرس للصف الخامس الابتدائي فيشرحوا كما جاء من الوزارة ببساطة، ولا يتوسعون في إعراب الأفعال الخمسة نصبها وجزمها ورفعها حتى لا يتشتت الطالب. أعطني الطالب كما هو جاء، كما جاء من الوزارة ببساطة، يفهم ويعرف ويأخذ فكرة عن الأفعال الخمسة فقط، كيف تأتي الأفعال الخمسة وكيف يتعرف عليها فقط. من الشرح السابق عرفنا أن لماذا سميت الأفعال الخمسة، فهي لها خمسة استعمالات، أكرر، لها خمسة استعمالات، فهي لها استعمالان، أنتم وهم، أنتم تعملون وهم يعملون، ولا شرط الفعل يعملون يا أبنائي، هذا فعل مثال فقط، أستطيع أن أقول
تذاكر بدل تعمل، تلعب، تدرس، تفهم، تقرأ أي فعل. أنا ممكن بعض الطلاب يعتقد أن هذا الفعل هو فقط، لا لا، هو بس مثال. لذلك في تدريب ثلاثة يدربك على أن تعرف كيف تأتي باستعمالات الأفعال الخمسة، ويأتي لك بالفعل ماذا تأتي باستعمالات الخمسة. تعال هنا في كلمة يدرس، فهو جاء بكلمة يدرسون وأنت عليك الباقي، كما في المثال تعمل. هنا في المثال تعمل جاء تعملون ويعملون، تعملان ويعملان وتعملين. الآن عليك أيضا أن تأتي من فعل يدرس بنفس هذه الاستعمالات. فكما تدرس منها يدرسون، ومنها سمعتك تقول تدرسون، وأيضا يدرسان، تدرسان، تدرسين للمؤنثة المخاطبة. يدرسون هم يدرسون، تدرسون أي أنتم تدرسون، يدرسان أي هما يدرسان، وتدرسان أي أنتما تدرسان، تدرسين أي أنت تدرسين. نلاحظ أي أبناء الطلاب الضمائر المسندة إلى هذه الأفعال. هنا في الفائدة فوق لو إذا نظرت على اليسار، هنا الفائدة أن هذه الأفعال لا تسند إلا ثلاثة ضمائر، وهي واو الجماعة تجدها في كلمة تدرسون أو تعملون أو يدرسون أو يعملون، وألف الاثنين تجدها في يدرسان وتدرسان، ويا المخاطبة تجدها مثلا في تدرسين أو تعملين أو تطيعين، أيا كان الفعل. هي ثلاثة ضمائر فقط يسند إليها تسند إليها هذه الأفعال، وهي واو الجماعة التي تدل على الجمع، وألف الاثنين التي تدل على المثنى، ويا المخاطبة التي تدل على المؤنثة المخاطبة. هيا بنا الفعل يعبد. أنت تستطيع أن تقولها بسهولة، يعبدون، تعبدون، يعبدان، تعبدان، تعبدين. نلاحظ أبناء الطلاب أن في الكتاب أنه في الكتاب جاء بأربعة فراغات فقط، وهذا أعتقد أنه خطأ، لابد أن يأتي بخمس فراغات، يعني بخمسة فراغات، لأنه أنت مطلوب منك أن تأتي باستعمالات خمسة. فعلى ذلك أنا تلاحظ أننا كتبت في الأول فراغ فعلين. يلعب كذلك، نعم تفضل قل. ها، يلعبون، تلعبون، تفضل نتكلم. ها، يلعبان، ها تفضل قل، تلعبان، وآخر شيء بالياء المخاطبة بياء المؤنثة المخاطبة، تلعبين. الفعل يرحم كذلك، ها تفضل قل، يرحمون، نعم أحسنت، ترحمون، تفضل، ها يرحمان، ترحمان، ترحمين. يشكر، تفضل، ها بعض الطلاب كتبها من نفسه، أريد أن تتفاعل معي في هذه الحصة وتكتب وتفتح الكتاب دائما، وأنبه وأكرر في أي حصة تسمعها في حصة لغتي، رجاء تفتح الكتاب قبل أن تسمع الحصة، لأنك هتكتب معي، وتستطيع أن تكتب قبل أن أقول. يشكرون، تشكرون، يشكران، تشكران، تشكرين. هكذا شكل الأفعال الخمسة أبناء الطلاب، ببساطة جدا تستطيع أن تعرف كيف تتعرف على الأفعال الخمسة. وأحب أن ننبه على شيء آخر، هو تلاحظ أن الأفعال الخمسة تبدأ بالتاء أو الياء، تبدأ بالتاء أو الياء، وهذه اسمها أحرف من أحرف المضارعة، لأن أحرف المضارعة أربعة، كلمة مجموعة في كلمة نأتي. ولكن في الأفعال الخمسة لا تستطيع أن تأتي بالهمزة أو النون، ولكن تستطيع أن تأتي بالياء والتاء فقط. تلاحظ في أول الفعل تجد ببساطة، عشان الناس لا تضيع مني أو تتوه مني، في بداية الفعل تلاحظ التاء أو الياء فقط. لذلك التدريب الجاي إن شاء الله في الصفحة الجاية تستطيع أن تخرج وتميز الأفعال الخمسة من أولا من هذه من بدايتها، ثم
إسنادها إلى الضمير الواو الجماعة أو ألف الاثنين أو المخاطبة، ننتقل إلى الصفحة التي تليها. مطلوب منك في هذا التدريب أن تخرج وتميز الأفعال الخمسة. اتفقنا أن الفعل لا يقبل ألف ولام، والضمائر كلها ليست أفعال، هي أسماء. انت خلاص، إذا الجملة الأولى الليل والنهار يتعاقبان، ما عندك الكلمة واحدة بس هي التي تنفع أن تكون من الأفعال الخمسة، لأن الكلمة الأولى والكلمة الثانية بها ألف ولام، إذا الفعل يتعاقبان. طيب ممتاز، يتعاقبان هذه فيها ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء مخاطبة؟ ببساطة جدا تستطيع أن تقول أنها ألف الاثنين، ألف الاثنين، ألف هي ألف موجودة عندك قبل النون قدامك. طيب ننتقل إلى الجملة الثانية، أنت يا هند تحبين والديك. هل أنت فعل ولا اسم؟ ضمير، يا حرف، هند اسم. أنا بعرفك إزاي كيف تطلع أو تخرج الأفعال الخمس. أنت ضمير ما هو فعل، يا حرف نداء، هند اسم، والديك تستطيع أن تقول الوالدين، خلاص إذا هي اسم. أنا هو يريد منك أن تخرج الفعل، إذا هو الفعل الوحيد في الجملة هو نعم. نعم أسمعك، أسمعك كأني أسمعك، ممتاز ممتاز، تحبين. طيب هو مسند إلى إيه يا أبناء الطلاب؟ هذا مسند إلى ضمير إيه؟ وهو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة؟ هي ياء قدامك، هي ياء مكتوبة ياء قدامك، قول لي كده، قول لي هي ياء يا أستاذ، ياء مخاطبة. أحسنت ممتاز، هي ياء موجودة قدامك، خلاص أنت لا تتلخبط وتفكر، قول لي واو الجماعة ولا ألف الاثنين، هي مكتوبة ياء قدامك بعد حرف الباء، إذا هي ياء المخاطبة. الجملة الثالثة، المخترعون يعملون بجد. المخترعون شيلها خلاص، اسم ما ينفع، خلاص اتفقنا. طيب بجد الباء حرف جر، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، خذها مني قاعدة، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، لأن من علامات الاسم الجر. إذا ما عندي غير كلمة واحدة هي كلمة يعملون. نعم طيب، هذا الفعل يا أبنائي اسند إلى أي ضمير؟ ها أستطيع أنا عرفتك إزاي تعرف كيف تعرف الضمير؟ هي الموجود في الفعل عندي واو ولا ياء ولا ألف؟ واو، إذا هو مسند إلى واو الجماعة. شكرا لكم. طيب أنتم تتقنون عملكم، أنتم اتفقنا أنه هذا ضمير، عملكم العمل، شيل الضمير قم وقول لي العمل، تقبل ألف واللام، لكن كلمة تتقنون هل تقبل ألف واللام؟ إذا هي فعل، والعلامة الثانية اللي قلت لك عليها في الصفحة اللي فاتت بدأ بحرف التاء، كما بدأ كلمة يعملون بالياء، وبدأ كلمة تحبين بالتاء، وبدأ كلمة يتعاقبان بالياء. كما قلت لك تستطيع أن تميز الأفعال الخمسة بسهولة جدا، بدأ بالياء وفيها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذا الفعل الوحيد في هذه الجملة هو تتقنون. هذا الفعل مسند إلى إيه؟ ها؟ أبناء النجباء الأذكياء، ها عارف على طول، عارف واو الجماعة، ممتازين ممتازين ما شاء الله عليك، خلاص عرفنا الضمير، نقدر نستطيع أن نقوله بسهولة. هو واو ولا ياء ولا ألف؟ ألف يبقى تكون ألف الاثنين، ياء يعني ياء المخاطبة، واو يعني واو الجماعة، إذا هو مسند إلى واو الجماعة. هذه الجملة الأخيرة أريد من كل طلابي إن شاء الله يستطيعون أن يخرجوا الأفعال الخمسة. ممكن يكون فعل أو اثنين، ما أدري، شوف. الشجرتان اسم ولا فعل؟ أحسنتم أحسنتم، أنا أحب أن الطالب الذي يميز يعني يلاحظ بسرعة أن الأستاذ لسه جاي من شوية أن الألف واللام أن علامة الاسم، ما ينفع فعل يجي فيه ألف ولام، إذا هو اسم، ليست معنى هذه الكلمة. تنموان وطورقان، تنموان، الميزات الأفعال الخمسة اللي قلناها تبدأ بالتاء، أي نعم موجودة، فيها ألف الاثنين أو جماعة. الآن ممكن بعض الطلاب يعني يلخبط أو يعني يخطئ في كل واو، هي واو جماعة يا أستاذ؟ لا لا لا، هذه ما واو جماعة، تنموان هذا الحرف الواو من أصل كلمة تنمو، الواو هذا من أصل كلمة تنمو وليس ضمير زائد في الكلمة، فإذا هو ليس واو جماعة. يا أبنائي أحب أن أنبه على هذا، الواو هذه واو أصلية في الكلمة، واو أصلية في الكلمة في تنمو، خلاص إذا هي ليست واو جماعة،
لكن في ألف الاثنين تنموان، تنموان صح. طيب وتوريكان يا أستاذ، آه توريكان نفس الكلام، الواو الموجودة هذه يا أولاد في الأول في توريكان ليست واو جماعة، لا تدل على الجمع، ولكنها واو من أصل الكلمة توريكان، وفيها ألف الاثنين. إذا كما قلت الميزات أو العلامات التي تدلني على أن هذا الفعل من الأفعال الخمسة موجودة، يبدأ الفعل بالتاء في الكلمتين وفي ألف الاثنين موجودة في الكلمتين. أشكركم وأتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتم الدرس البسيط جدا اللي هو بداية معرفة الأفعال الخمسة، وليس هي كل دراسة الأفعال الخمسة كما تدرس في المراحل القادمة إن شاء الله. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ هاني خطاب.